بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله. نعم، هذه نبرة صوتي. أنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وافتني المنية في 27 من شهر محرم للعام 1420 هجري، وهذا الصوت الذي تسمعونه الآن هو عبر الذكاء الاصطناعي وليس صوتي الحقيقي. وهذا المقطع لغرض التنبيه والتحذير لعامة المسلمين، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجنهم. يرجى الحذر في المستقبل وعدم أخذ الفتاوى إلا من المصادر الموثوقة أو من المواقع الرسمية للعلماء أو الكتب المعروفة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويحمينا من كل شر.